ماذا عن سي 12؟ هل هي شركة استشارية بيئية؟ هل أنتم معنيين بالبيئة والاستشارات؟ نعم، لا يمكن أن يوجد حل يناسب الجميع، لذا فنحن نقوم بالعمل مع الكثير من مشروعات البنية الأساسية في ملاوي، وكذلك المشاريع الخاصة بالطاقة الكهرومائية، ونحاول أن نبحث في الأثر البيئي والمخاطر البيئية والطرق المختلفة التي يمكن من خلالها أن تقوم المشروعات بحل المشاكل البيئية.